الآن مشاهدينا الكرام سننتقل إلى جولة جديدة مع مراسلي أكسترا نيوز في أوروبا والولايات المتحدة. الزملاء بينضم إلينا خالد شقير من مارسيليا، ياسر نور الدين من نيويورك، وستكون البداية من أوروبا طبعا فرنسا مع خالد شقير. خالد أهلا بك بداية، وخليني أقرأ هذا الخبر المتعلق بآخر التطورات على الساحة الفرنسية. أكد قصر الإليزي أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ثبتت إصابته بكورونا مستقرة وأن نتائج فحوصه جاءت مطمئنة. خالد، إيه آخر المعلومات والتفاصيل حول حالة الرئيس الفرنسي وآخر المستجدات المتعلقة بكورونا في فرنسا بشكل عام؟ تحياتي زميلتي العزيزة إيمان ليكي ولكل السادة المشاهدين. بالفعل هذا ما أعلنه طبعا قصر الإليزي صباح هذا اليوم، أكده أيضا جان كريستوف بيرشون وهو الطبيب المصاحب للرئيس ماكرون في قصر لانترن القريب من فرساي. هذا القصر الثاني الذي دخل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أو عزل فيه نفسه ليكون بعيدا عن قصر الإليزي الذي هو فيه كثير من يعملون في هذا، هو يعتبر المقر الثاني لرئيس الدولة الفرنسية. وأكد طبيبه على أن حالة الرئيس ماكرون في تحسن ومطمئنة. هذا إيمان، وقد خرج الرئيس ماكرون بالأمس على الفرنسيين من خلال حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي ليطمئنهم أولا عنه، ويقول لهم رسالة هامة جدا إيمان بأنه كرئيس للدولة وبالرغم من التزامه بالإجراءات التباعد الاجتماعي وغسل الأيادي وغيرها، غسل الأيدي وكل الأمور التي طالبت الحكومة فيها الشعب الفرنسي، إلا أنه أصابه الفيروس القاتل على حسب قوله، وقال أنه يعاني مثلما عانى كل فرنسي مصاب بهذا الأمر، وأكد على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والتهوية وغيرها من الإجراءات التي نصحت بها الحقيقة وزارة الصحة الفرنسية، التي إيمان يعني أصابها كثير جدا من الاعتراضات وكثير جدا من الانتقادات، وخرجت المعارضة في فرنسا هنا بصورة للرئيس إيمانويل ماكرون فيها وهو يقوم بعشاء عمل مع العاملين في الإليزي وأيضا مع ممثل له في البرلمان الفرنسي ورئيس البرلمان الفرنسي، يجتمع فيها 12 فردا بالرغم من التباعد، إلا أن هذا يخالف تماما لدرجة أن هناك اعتراضات وهناك نوع من أنواع السخرية. يقول إيمان في هذه السخرية 12 للإليزي وستة أفراد للأسرة الفرنسية. وهنا لابد أن نتوقف عن موضوع كانت أقرته وزارة الصحة الفرنسية وتحدث عنه أوليفي فيران ورئيس الوزراء جان كاستاكس وأيضا طبعا سكرتير العام للصحة الفرنسية جيروم سالمون، وهم أكدوا عن موضوع ستة أفراد لأن كثير من المشاهدين لا يعلمون كيف يتم يعني البقاء في المنازل والسماح فقط لستة أفراد لتناول الوجبة وكيف يمكن لهم ارتداء الكمامات. هذه نصائح إيمان لا بد من اتباعها. أعياد الميلاد إيمان يعني ليلة 24 هي ليلة العيد هنا في عشاء بيجمع كل أفراد الأسرة. أعتقد أن الشعب الفرنسي أو الثقافة الفرنسية يجتمعون مرة واحدة فقط، وهو هذا هو العيد، العيد الخاص بالنوال بيجتمع فيه كل أفراد الأسرة، ولهذا بيجتمع فيه الجد مع الطفل الصغير مع ابنه مع غيره. فلهذا أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بأن لا يجب زيادة العدد عن ستة أفراد. وكيف يكون التباعد الاجتماعي داخل المنزل؟ يكون التباعد داخل المنزل في البقاء في أماكن متباعدة وإجراء عملية التهوية وخلع فقط الكمامة وقت الغذاء ثم أو العشاء ثم ارتدائها مرة أخرى، حتى نضع المشاهد، لأن كثير من المشاهدين يعني يحاولون السخرية مرة من كيف يمكن أن احنا نقول أن الحكومة الفرنسية تسمح بستة فقط. كثير من الفرنسيين اليوم، وتابعت هذا عن طريق كل وسائل الإعلام،
يحرصون على قضاء العيد ولكن بعيدا عن الجد والجدة، نظرا للحفاظ على صحتهم ونظرا للحفاظ على صحة أولادهم. إيمان، طيب خالد، في مسألة الإجراءات المتبعة الآن في الدول الأوروبية والخاصة بمسألة التطعيم واللقاح، يمكن أنت أوردت لنا معلومات بتفيد بمسألة أنه ما فيش قبول داخل المجتمع الفرنسي للقاح، لدرجة أنه فرنسياً من كل اثنين بيرفض أخذ اللقاح. ما مدى تفاصيل هذه المسألة؟ إيمان، قبل أن أدخل إلى هذه النقطة على وجه التحديد، لابد أن أشير إلى أن الحكومة الفرنسية بقيادة جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي الذي أصدر قرار خروج فرنسا من الحظر الصحي الشامل إلى حظر التجوال، تعرض لموجة عارمة من الانتقادات ووقف ساعة تقريبا أمام البرلمان الفرنسي يشرح ويصرخ ويقول الصحة أولاً، الصحة أولاً، أنا سأكون مسؤول أمام التاريخ وأمام الفرنسيين بالحفاظ على صحة الفرنسيين. تأتي هذه الخطوات إيمان وذلك لمحاولة منع هذا الانهيار النفسي للشعب الفرنسي. خرج جان كاستيكس من هذا الحجر الصحي وذلك للحفاظ على لوموغال دي فرنسي، آسف، على المزاج الفرنسي، مزاج الفرنسيين، ولهذا ناله ما ناله من انتقادات من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار. أجي إيمان على يعني هذه يعني النسبة التي آخر استطلاعات الرأي حدثت هنا في فرنسا، الكثير من الفرنسيين وبصفة خاصة أيضا 65% من أصحاب فكر اليمين المتطرف يرفضون تماما هذا اللقاح. ثم 52% عفوا من أنصار فرنسا الأبية أو أقصى اليسار يرفضون. إذن هذا الأمر يرتبط أيضا بموضوع سياسي بحت، بمعنى أن الفرنسيين كثير منهم يرفض هذا الأمر سياسيا لأن الحكومة الفرنسية تشرف عليه. هذه نقطة هامة جدا وقراءة ما بين السطور إيمان. يعني هنا بيفضلوا الجانب السياسي أو الصراعات السياسية على الصحة العامة؟ هنا ليس كل الفرنسيين بالطبع، ولكن نسبة كبيرة جدا من أعضاء اليمين المتطرف أو أقصى وأقصى اليسار إيمان بيحاولوا يعني يؤمنون بموضوع المؤامرة، وهذه المؤامرة تدخل في أن الحكومة الفرنسية تفعل هذا لصالح الشركات الكبرى وغيرها، وهذا ظهر جليا من خلال مشاركة إيمان ومتابعتي للمسيرات والمظاهرات التي تشهدها الشوارع الفرنسية فيما يخص الانتقادات داخل للحكومة الفرنسية. ولكن هذا لا يجعلنا نغفل رأي كثير إيمان من العاملين في مجال البحث العلمي في فرنسا. كثير جدا من المدارس الفرنسية هنا والعلماء يؤكدون على أن هذا اللقاح لم يأخذ الوقت الكافي لطرحه على الفرنسيين. الفرنسيين كثقافة وكشعب شعب متخوف جدا. أنا أعتقد أن بالفعل هناك كثير من الفرنسيين لن يقوموا بأخذ هذا اللقاح نظرا لعدم ثقتهم ليس فقط في الحكومة ولكن لتخوفهم من بعض الأعراض الجانبية التي تحدث عنها بعض العلماء. للأسف الشديد تحدثوا إيمان عن إصابات شلل في الوجه، عن الزائدة الدودية، عن الصداع الكامل، على التعب الكبير. ولهذا الشعب الفرنسي هو شعب كثير يخاف كثيرا، والثقافة وتركيبة الشعب الفرنسية جعلت بالفعل أن من بين كل اثنين فرنسيين واحد يرفض إيمان، أو فرضا فرنسيا يرفض أخذ هذا اللقاح. مع العلم إيمان أن اللقاح سيتم يعني بدء في تطعيمه ليس لكل الفرنسيين، ولكن الأول لدور المسنين من هم فوق 80 من العمر، وأيضا إيمان للعاملين في مجال الصحة. ومن المنتظر أن تكون هذه هذا الأمر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، يعني بعد أسبوع تقريبا، وسيكون بنفس التوقيت في فرنسا كما أعلنت مثلا المستشارة الألمانية. إيمان، في حاجة مهمة أخيرة أحب أشير إليها. فضل. هذه الحكومة الفرنسية تتعرض لضغط كبير جدا بصفة خاصة أن إيطاليا مثلا وألمانيا دخلوا حجر صحي في الوقت اللي رفضت اللي خرجت الحكومة الفرنسية من هذا الحجر الصحي وفرضت حظر التجوال.
طيب، في استعدادات من قبل الشرطة يا خالد للأعياد، وكما ذكرت منذ قليل أنت أنه دي حاجات مقدسة جدا عند الفرنسيين بيجتمعوا فيها، وفي استعدادات من قبل الشرطة لمواجهة أي تحركات أو أي أمور غير مألوفة في الأعياد؟ إيمان، فرنسا في الخمس سنوات الأخيرة تعرضت لهجمات إرهابية، كان آخرها حادث إرهابي كان يعني في أيام أعياد الميلاد، كان في مدينة ستراسبورغ وفي سوق الخاص بعيد الميلاد. طبعا قبل الحضور إلى هنا لأسجل إيمان، تابعت عربات كثيرة جدا من الشرطة الفرنسية وإجراءات استثنائية على يساري هنا سوق من هذه الأسواق، أسواق أعياد الميلاد، أجراء استثنائية، الشرطة الفرنسية في حالة تأهب قصوى ووضع يعني الحواجز لمنع عمليات الصدام والدهس وغيرها. إذن الشرطة الفرنسية تتأهب لحتى تستطيع توفر الأمن والأمان والسلام للشعب الفرنسي في أعياد الميلاد. نتمنى أن تكون سعيدة إن شاء الله، ليس فقط على الفرنسيين ولا الأوروبيين بل على العالم أجمع إن شاء الله. بشكرك جزيل الشكر خالد شقير من مارسيليا من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.